السلام عليكم جميعا. كان في سؤال لصبية عندنا في لا أكثر من صبية عندنا في الجروب، إنه شو البيفوت تيبل، تمام، وإنه هي مش قادرة تفهم التمرين كلياته، تمام، وتكرر هذا السؤال. هلا سوري للتأخير في الرد، بس هيني شرحت لك إياه فيديو. هلا البيفوت تيبل هو وسيلة من الوسائل اللي بيأمن لنا إياها الإكسل حتى يسهل علينا طريقة السمري، إنه نعمل ملخص للبيانات. البيانات بتكون موجودة في الإكسل كتيرة وبيكون فيها متكرار، فإحنا بنستخدم البيفوت تيبل لتسهيل عمل ملخص، عمل جروبينج، تمام. هلا هعمل هذا الحكي من خلال الإكسل اللي هون، تمام. أنا عملت له داونلود فهي فتح معي حضرته. هلا هو ممكن إنه يجي معاكي بشكل عربي، فبتيجي من هون من اللاي اوت نعمله هيك عشان يكون انجليزي. طبعا ممكن برضه زي ما هيك، زي ما هو واضح هون انه الكولومز داخل بعض، نيجي من هون من عند الطرف، بعدين من طرف الكولوم نضغط دبل كليك، بتتوزع الكولومز وبيكون الكلام اللي فيها واضح. كمحللين بيانات اول ما نبدا تيم، نقرا البيانات، تيم بلاير سالري بوزيشن. فهو احنا هون بنحكي عن مجموعة فرق فيها انواع من اللاعبين وهي اسمائهم، تمام، وهي هون السالري الرواتب تبعتهم، وهي هون موقفهم اذا كان دفاع اذا كان هجوم، تمام. هلا بالعادة قبل ما كنا نستخدم بيفوت تيبل شو كنا نسوي؟ عنا داتا زي هيك وبيجي مثلا المسؤول عنا بيسألنا اسئلة، تمام، زي هون بحكي لك انه الاوت فيلدر اللاعبين في مرحلة الدفاع، تمام، في فريق نيويورك قد ايه عددهم، تمام. عادة احنا شو كنا نسوي؟ كنا نيجي هون على راس على الادرس على عنوان العمود، نعمل alt a t اللي هو نعمل على ادراج فلتر، بعدين نشوف ايش اسم الفريق اللي هو نيويورك، نكتب هون نيو فبيطلع لك اسم الفريق نختاره، تمام. نيجي هون البوزيشن نختار اوت فيلدر. ليش احنا هيك اخترنا؟ لانه السؤال هيك طلب منا، قال لنا الاوت فيلدر في فريق نيويورك كم عددهم، فروحنا عملنا هيك، شايفه هون ببين انه 5 من 381، فبنحط الجواب وبطلع صحيح، تمام. هاي حركه ثانيه. السؤال الثاني شوفي هون شو بيحكي، بده، تمام، how much did the Boston team spend on short stop salary، تمام. هلا بدنا نيجي هون Boston team، اذا التيم تبعنا شو اسمه؟ Boston. نبدا post ببدا بحط لك اياها، تمام. بدنا نيجي البوزيشن هون الموقف هو انه stop short stop، تمام. هلا هون هيهم السالري، فبنيجي هون كنا نعمل يساوي، ناخد هاي السيل زائد هاي السيل، بيطلع عندنا نتيجة 11625، هون 11625. هاي بالطريقة التقليدية، بس هاي لأنه الداتا قليلة كان الوضع سهل. هلا احنا ما بدنا هيك، احنا بدنا تكون أكثر احترافا، فبدنا نستخدم البيفوت تيبل، تمام. كيف نستخدمه؟ نيجي هون، اذا عملت هيك واخترت البيفوت تيبل، تمام، بنرجي بعدين على اللاي اوت، بنيجي هون بنختار هلا التيم نحطه في مرحله الفلتر، تمام، والبلاير اللي هم اللاعبين، والسالري بنحطه هون. ليش هون؟ لانه هون في الفاليوز، في الفانكشن اللي هي بدها تكون زي هياتها، بتكون سم اذا بدنا نجمعهم، اذا بدنا نعد كاونت الافريج الماكس المينيمم، تمام. هلا زي هيك، هلا هون احنا شو بنسوي؟ وهي اضافيه، انه بتيجي هون بتحكي دو نوت ميك سبميت، انه ما ناخد عناوين اضافية، وهنا انه نعمله as a tabular، انه نعمله as a جدول، تمام.
وهون نحط البوزيشن. تمام. هلا نيجي هون، شو اسم التيم اللي السؤال طلبه؟ اول تيم قالوا لنا نيويورك، طبعا هون بتحط سيلكت مالتي وهون بتحط نيو، هاي نيويورك. تمام. هلا هون شو البوزيشن؟ البوزيشن كان اوت فيلدر، شايفه هون هاي بينوا معنا 1 2 3 4 5. تمام، نفس البيفوت تيبل، فهي اسهل بتكون. تمام، هي هذا السؤال نفسه جاوبناه من خلال البيفوت تيبل. نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده انا بتذكر انه بوستن تيم. تمام، وبدنا ننتبه ان نكون قايمين هذا هون، هاي بوستن تيم، وهون مين البوزيشن؟ البوزيشن كان شورت ستوب، وهي هون إجابة السؤال بالسلري. فالبيفوت تيبل ما بنضطر ان نقيم الفلتر ونرجع الفلتر وهذا، لا، من خلال نفس الستركتشر، نفس الشغل، نفس الترتيب، نعطي إجابة سريعة ومرتبة للمدير. فالإكسل فيه أكثر من وسيلة، واحد منهم الفلتر، واحد منهم البيفوت تيبل، فهم احنا هون هدفنا ان نورجيكم اكثر من وسيله. هاي الوسيله لما يكون العدد كبير ما بتضطر ان نعمل لها سم. تمام، مباشره بنعطي هيك جواب. لما اشتغلنا قبل شوي بالفلتر اضطرينا ان نعمل سم ونجمع ونطرح. تمام، بس هاي هي الفكره اللي كان لازم توصل، وهذا هو حل السؤالين اللي موجودين والخاصين بالبيفوت تيبل. اتمنى اني اكون وضحتها. يعطيكم العافية.